الخير. الليلة كمان منطلع عليكم مشاهدينا حاملين معنا مجموعة من أخبار طلاب ستار أكاديمي، وبآخر الحلقة ثلاث طلاب رح يكونوا نومينيز، فمنقول حظ موفق للجميع. البداية مع صف الرياضة مع مارسيلينو جبرايل. صباح. هاي. كنت نايم؟ كيف عارف اشتقتوا لسبور؟ طبعا طبعا. ما حتعبكم كثير اليوم، وعد. فايقين من جمعتين اللي عملناها كارديو هيك، ما حتتقل. يا ترى كثير عم تلعب، كثير عم تلعب. يعني امبارح بدلات واشتيك، نحن ليك مسكين بس مش حتعمل. انت ما بتعرف انه حنعمل كارديو مع تونينج بنفس الوقت، يعني بتكون عم تشد، ماشي، يعني بعدك نفس الشيب، يعني بوش اب كل شيء. اوكي، سو ما تخاف، ما حد ضعف. ماشي. بعدين مش السبور اللي بيضعفك، الاكل اللي بيضعفك. شوفكم بكرة على الراس. يعطيكم العافية. بيتغيروا هالناس، بيتغيروا. سالم عم مرتضى. حبيبي وهني. كيفكم؟ ماهي؟ وين هيدي؟ يا سنين اللي رح ترجع عيلي. أنت مبسوطة من حالك؟ شو بدك تغلينا لبنان هالجمعة؟ كيف رضاك علي انا؟ كيفك علي؟ منيح؟ خليني اعرف اللي خليجي بس. شوف ليش رضاك علي كيف؟ وان شاء الله انتم تكونوا عارفين انه قد ايه الاشياء صارت عم تسبقكم. صرتوا انتم الناس بتحبكم اكثر، بتعرفكم اكثر، ناطرتكم اكثر، واليوم انتم بمطرح صار كل شغله بتعملوها تحسب عليكم. مش مثل اول ما جينا بعدنا هيك كل واحد عم ببلش ياخذ موقعه، وبعدنا مش عارفين. اليوم بلش الجد، بلش انه عم نصير تقريبا بربع الطريق، يعني صارت الاشياء عم تصعب اكثر. صرت انا اذا بدي افكر هلا اليوم انا مين بده يكون اقل من مين، ومين مستوى اقل ومين مستوى احسن، بلشت تضيع. اليوم عبالي اشتغل شيء انا حسيته ناقص عندكم، اغلبيتكم، واللي هو الاكسبرسيون بالشان، يعني التعبير. نحن عم نغني مش تعبير الحركه، ولانه بتعملوا اكيد مع استاذه المسرح مع مدام باتي، بهمني التعبير، يعني كيف تعطوني كاركتر بصوتكم، يعني كيف الكاركتر بيكون موجود بالصوت. انا هذا الشيء كثير بهمني، وعم شوفه شوي ضعيف عندكم. خلينا نشوف. حتى لو عالي ما وطيناها. متحدى الصوم اتفرد، ومتحدى مش عالي. يلا صبا بتعرفوها ايه؟ الصوم اتفرد، كسر الصمت اللي فيه أكتر. يا شعب اللي برضه تشرد، قهر واحزان بيكفي. ليش بعدك ساكت والهم غرق امرك دمع ودم، ارضك عم تندهلك ثورة. ما انا قلته وينك وينك عم بتنادي، وينك عم بتنادي، قوم اتحدى الظلم اتمرد، كسر الصمت اللي فيه. يا شعب اللي بارضه تشرد، قهر واحزان. مش نصرخ، مش نصرخ، نعطي اكسبرسيون بلا ما نصرخ. كيف بعدك ساكت ولم غرق عمرك دمع ودم، ارضك عم تندهلك ثورة. مش صريخ، انا بعالي ليلى هيك. اوكي، عم بتنادي وينك، عم بتنادي وينك، عم بتنادي وينك، عم بتنادي، قوم اتحدى الظلم اتمرد، كسر الصمت اللي فيه. فينا لكم شيء بس تنختم الصف؟ ايه. شباب صبايا، اختبار شخصي، وقت بغني غنيه باريكزومبل بحفله،
بحس حالي بغير مطرح، بحس حالي بغير كوكب. بس تخلص الغنية ويزقفوا العالم بحس ان رجعت دقوا اجري على الارض. مش عم قلكن هيك انه هيدا عم تحكي مسرحية، هيك لازم تكونوا. حضروا منيح عبالكم، يعطيكم العافية. قبل البريك بذكركم تنضموا لصفحتنا على الفيسبوك وتويتر وكمان انستغرام، وتضلوا على اطلاع على اخبار الطلاب. بريك ومنرجع. عودة لمتابعة أخبار الطلاب يلي فيكم تعرفوا كل تفاصيلها عبر www.starakarabia.com. لازلي عقل زارت الطلاب لتعلمهم تقنيات جديدة تساعدهم على التنفس بشكل أفضل أثناء الغناء. بونجور، كيفكم؟ رح نعمل نبلش بإكزرسايزز تبع الورم أب مثل اللي عملناهم هذيك المرة. منبلش فيهم على السريع، صراحة أطلب منكم تركزوا بليز، أوكي؟ تما نضيع وقت بأنه أنت روق وأنت زبط وأنت مدري شو. وبعدين رح زد لكم exercises عليهم فيها الأصوات المفتوحة، يعني الـ U والـ E والـ تبع الـ warm up يلي أنتوا بتزيدون عليهم تتعاملون قبل الـ prime. الـ pie بتمسكها دايما بإيد، ودايما في إيد قدام الـ pie. اللي رح تعملوه هو هيدا، تنطروا لأعملها بعدين بتعملوها أنتوا، أوكي؟ بياخد نفس أكيد مثل العادة، وبرجع بظهره من البطن. هلا رح نعمل وحده تانية العكس من فوق لتحت، بس ما ببلش فوق كتير، بعدني عم بشتغل ميديوم. اين انت؟ كثير دخلت كثير، حس مو عارف مش اكلي غلط. عطيتكم شيء شو بدكم تعملوا؟ انت اللي من فوق لتحت قلت، بس انطروا لانه منا عاليه، مش عم بلش فوق فوق. منا عاليه هذه، ما سمعتك شو عملت. انا كنت عم بحكي مع شنطه، فيك تكون عملتها غلط وانا ما سمعتك. طب ليه معصبه؟ ابدا مش معصبه، بس ما بدي اياك تعمل شيء ياذيك. بعدك عم تقلي صوتك مبحوح. طب ليه بحبك انا؟ وبدك تبتكر اشياء، يعني بدك تبتكر تمارين من راسك انت. ليه بحبك انا؟ هالقد ما بقى اعرف، بهمني صوتك يكون منيح. طيب خليكي مرتاحه، بدك تظهري شوي تشربي مي او شيء؟ لا تمام. جلسوا بليز. رفايل ممنوع تقعد بلزقوا لمحمد دغري. ممنوع منعا باتا من هلا لتخلص الاكاديمي. اوكي اصلا ما ينفع. لوين رايح؟ دوران. يلا لا ما فيك تقعد هون، كلكم على الكراسي هون. شو جاي اقعد هون؟ طب ما هو اذا حد علي بحكي وحد محمد بحكي. خذ كرسي واقعد هونيك لحالك. وين هون؟ ايه في يجيب هالكرسي اللي ورا؟ هيدي اللي هون. هيدي اللي هون. هيدي اللي هون. هيدي اللي هون. اوكي. والله انا بنسلي بنحبك. شو بحبك لما بتحكي؟ شو بحبك لما بتحكي؟ شو بحبك لما بتاخذ الكرسي كثير بسقعه بتقعد محلك؟ بسقعه ولا بسرعه؟ بسرعه. انا مبسوطه انه دير الاي سي انا مشان هيك. يلا لا 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 بروم هيك ممنوع تطلع فيهم. بروم لهوني. سوري انيس مسي كمسة. مش بوجهك. ما ما تروح تلزق باجريهم يعني. لا لا اوكي هلا محمد شبك عشان رجلي بس. اوكي طيب رح بلش تاني اكزرسيس. اوكي برانسيب جنرال. اوكي ما رح نحكي كل اكزرسيس باكزرسيس، انتوا لازم تعرفوا لما تكونوا لوحدكم ولما تغنوا لوحدكم وين لازم تفتحوا او كيف لازم تطلعوا الصوت. دائما بفتح اكثر شيء على اعلى نوت. اوكي بهيداك الاكزرسيس كان اعلى شيء بالاخر، بهيدا الاكزرسيس اعلى شيء وين؟ بالاول. بالاول دونك رح بلش، رح افتح بالاول جو، بس ما بدي ابدا تنسيون او شد او تشنج بالاول. ما بدي حدا ينتع، وما عم نبلش صوت راس، كله عم نشتغله ميديوم وتشست فويس، يعني ميديوم وصوت صدر جو. وبتوقفوا على الليفل تبع الحكي تبع كل واحد، بيوقف على الليفل الحكي تبعه له. كيف معنا البحر كيف؟ خلي ايدك قدامها لانه بالاخر راح منا الصوت وراح منا البوش تبع الهواء. رجعي ايديا يلا ماشي جو. اوكي نعمل جو على الجوز. تعمليهم كلهم فوا دو بواترين للمرة الجاية، كل الاكزرسيت تبع الباي وتبع البر والره وهو كلهم ان فوا دو بواترين. يلا حتى الجو. اوكي بون يعطيكم العافية. منتابع اخبار سهيلة يلي شعرت بالوحدة بالاكاديمية وببعض اصدقائها عنا، كرمال هيك اختارت صديق جديد، مين هو؟
أنا سهيلة بلاشة من الجزائر. أنت هو صديقي من اليوم، نعتبرك أنت صديقي ونحكي لك كل حاجة، أوكي؟ راح نحكي لك كلش. أكثر حاجة تقلق أنهم أقرب الناس ليك يبعدوا عنك. السبب علاش تبدلوا وعلاش تغيروا عليك مش فاهم. تقدر تفهمني انت؟ تقدر تفهمني؟ كي نفهم انا نفهمك، بصح حتى ويديروا واش يديروا ما على باليش علاش. مش عارفه، مش عارفه علاه نبقى نحبهم ونبقى نعزهم ونبقى مهتمه بيهم. علاه؟ تقدر تفهمني علاش؟ ليه؟ ليش هما لما يزعلوني انا بضحك بسرعه وانا لما زعلهم ما يسامحوني؟ ليش؟ ليش؟ عارفني على من نحكي؟ عارفة على من راني نحكي؟ يلا احكي احكي. يا انت ما تتبدلش عليا، ياك تبقى صديقي. وقتاش تفطن يا إيهاب؟ وقتاش؟ وقتاش تعرف الصح؟ تعرف الناس اللي تحب مصلحتك؟ أخبارنا لليلة ما انتهت. مشاهدينا بريك ومنرجع، خليكن معنا. نرجع ليوميات ستار اكاديمي، وبكره رح نعرف اسماء الرابحين يلي رح ينضموا لمسرح ستار اكاديمي ببيروت. وما تنسوا انه انتم مشاهدينا فيكم كمان تشاركوا عبر www.cbc-eg.com. مثل كل اسبوع الطلاب بيحضروا مشهد فني متكامل ليقدموه للاساتذه، وعلى اساس ادائهم وقوه الابتكار عندهم بيحددوا الاساتذه مين رح يكون منهم بدائره الخطر. كلك معايا أجمل حكاية في العمر كله. بالنسبة لدينا غنت كتير حلو، ولكن أنا بالنسبة إلي نفسها عم بيتعب، يعني ما عم تشتغل على نفسها قد ما لازم، وهيدا الشيء عم بتعب لصوتها. انا اليوم بالنسبه لي صوتها منه كل الوقت نقي، منه كل الوقت بيور وعم بيرن. دينا بنت عندها حضور، عندها حضور كبير وعم تتطور، وهالثقة بالنفس هي مرتاحة وبتريح اللي عم بشوفها. ليك حبيبي أنا بغني كل شيء شو ما كان بالبقلة، الإحساس، الوطنة، الجبلة، اسم الله عليك اسم الله عليك، الطربة. ما حأتفاجأ يعني أنا أكيد ما خليك أفل سمية أكيد. وهم شيء ثقتي بحالي، يعني نعمة من عند ربنا. انتبه هيدا أكيد حكي. مش شيء يعني قد ما تشتغل عليه. نشكر الله كل ساعة أكيد، نشكر الله. طيب شو حب؟ هيك تسمعني قد ما تقول. يا الله هيدا شو السؤال بيقولوا لي بسمعني؟ بعمرك ما تقول للرقاصة رقصي ولا الفنان غني، يعني عرفت كيف؟ تعلم وحطها براسك. يعني. ما قاعدين هلا قد ما تفوت على الكاستنج انه على الواطي. انه إذا بدك. إن شاء الله بعدين كلنا عم يغنوا نحن عم نشوف. بس سمعني شيء صغير. ليك كلهم بيحبوا يسمعوا صوتي وهيك، بس إنه إذا بدك وقف على الباب حط دينتك جوا أنا وعند الأساتذة. وكلا منيح قبل ما فوت إنه يمكن فيلم مستعجل مثلا كذا، عرفت إنه بتسائل الخبرية إنه قاعدين هلا. طيب حبيبي تعلم
يعني بدي يعني هول الاسماء كلنا سمع. تعني ننسى تعني ننسى ايام اللي راحت، ايام العذاب المر وسنين اللي ضاعت. تعني ننسى يا قلبي بعض ليل الغرب، صعب الفرقة صعب. لاحظ لاحظ، صعب الفرقة صعب ما إلها أمان. رافائيل كتير مغير بالفعل، وصوته كبران كتير، فجأة فتح صوته، فهم شو بدي وشو بدنا. بس في شغلة، صبي فوضوي. يمكن رافائيل عم بتقولي فوضوي، هي مش انا بحسه اكثر من انه فوضوي، هو باسيوني، يعني هالقد بزت حاله بهالاشياء اللي بحبها. يا مسافر وحدك وفايتني، ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني. انا بجد مبسوط جدا ان انت معانا النهارده، يعني متغربين احنا متغربين، تجري السنين واحنا جرح السنين، لحد يا خبر يفرحنا ولا حد جاب من كلمة تريحنا تريحنا. إيهاب اللي بيعجبني فيه شخصيته حلوة، حضوره حلو، صوته بس بعد ما عم بيعرف يعطي كله زيت الشيء. إيهاب صوته كان مسكر بالطبقة العالية هيك، كأنه كان مخنوق مش عم بيرن مظبوط، مع أنه نحن معودين أنه دايماً إيهاب صوته مرتاح. الواطي عنده كان أحسن من العالي اليوم. محمد عباس صوته كبران مغير كتير، بس في فوضى. بأول بارت بالنسبة لإلي الأفلات ما كانوا منيح، ناقصهم ثبوت إن كان من ناحية اللفظ أو موسيقيا. روعة العاشق في ذل الهوى، وأينما استودع سرا كتما، ليس منا من شكى علته، من شكى ظلم حبيب كتما. الله علي عم ببلش شوي شوي يظهر من الكاركتر اللي هو اجا فيه، من صوت اللي هو اجا فيه، عم بحاول بصراحة. بدل ما حس تحدي، حسيت عم بيقطعوا وقت لبين ما يجي صاحب المحل، وهون اللوم عليهم، يعني اللوم على قد المعزة واللوم على قد الجهد، لأنه كان بيحمل أنه يفكروا شوي أكتر. أشكيلي من الهوى والكل عوزاني، أضحك لهم والبكاء غالب على حالي. كأنه قرر ما بقى، يعني كأنه سفنجة ما بقى عم تشرب خلص، كأنه ما بعرف ليش. وأنا هالشاب بالذات بشوفه شكلا وصوتا ولذيذ وتهذيب، بشوف إنه كان، أنا حسيته بده يتطور بسرعة بسرعة، طور شوي بعدين له فترة ما بعرف إذا ملاحظين مش عم يعطينا يلي هو عنده ياه على القليلة. I'm gonna love you until you hate me and I'm gonna show you what's really crazy. نيناتهم هالشخصين وثائب انه اختاروا بعضهم، هالبنتين هول موهوبين واصواتهم حلوة وحضور وشكل وجمال وكل شيء وموهبة. نيناتهم انا بشوف ناقصهم ثقة بالنفس تيتطوروا أكتر من غيرهم، وإذا مش سريعاً استلحقوا حالهم بفتكر رح يخسروا وجودهم هون. نقطة الضعف اللي عم شوفه كلنا حكينا عنها هي عنه عم بتغني نفس الستيل. هيدا كمان قلة خبرة أكيد نسبة لعمره ونسبة للأمور اللي هي مرقة فيهم بحياتها الغنائية أكتر، بس كان لازم أكيد تستفيد من الحركة لأنه هي نقطة قوتها هيدا. صافي صافي كان قلبي معك صافي، واليوم تبدل كل شي، روحي
حنان اكيد انه بالبرايم شفناها يمكن ما عندها الثقه الكامله بنفسها، هون مرتاحه اكثر لانه هي باطار حطته هي لحالها، هي اخترعته وكانت مرتاحه فيه. بس برغم من هيدا كان في قفلات مش كتير ظابطه، كان في عرب مش كتير حلوه. انا اليوم شفت مشهد كتير حلو، خلقوا اسباس. بمجرد ما اول شيء خلقوا هالمكان يلي هو عباره عن ثلاث بلكين وغرفة نوم، يعني شفنا مش بس الشرفة، شفنا شو فيه بجوا وشباك وهمي، احترموه. حنان صوتها كتير فارق ومتغيرة وعم ببلش تظهر الرنة بصوتها، قبل كانت ناشفة هلأ بلشت تظهر، بس في مطاريح لازم تنتبه ما تصرخ. بعد البريك رح نعرف مين هن النومينيز لهالأسبوع. منتابع أخبار الطلاب، وحان الوقت لننتقل لدرة يلي عندها الخبر يلي رح يزعل ثلاثة من الطلاب. وسعد سعد 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 أنا اللي بعرف في التسنيات. مرحبا يا حلمين، بوعدكن إنه الليلة الدقايق رح تصير ساعات محارسة الوقت بالدرة. أنا درة اللي بتحكم بالوقت، أنا اللي بتحكم بوقتكم بالأكاديمية، أنا اللي بعرف مين حان وقته يفل. شو يا هايدي عم تغني للسنين اللي راحت؟ الليلة رح تغني للوقت اللي رح يروح لما تسمعي النتيجة. وبعدين من اللي هي بعيد ميلادك احفظي هالسنة منيح، يمكن ما تتهني. وانت يا محمد سعد كمان بالبرايم عم تغني للزمان. امتى الزمان يسمح يا جميل واسهر معك على شط النيل. الليلة يا جميل الليلة درة رح تسمح لك في سهرة على شط بحر النومينيشن. ويني سهيلة ساعتك اجت ولك صرتي تحكي حالك؟ يا حرام يا سويلة، هيني اخرتك تتكلمي مع الدبدوب؟ خلي الدبدوب يخلصك الليلة، فيكي تطلعي تبكيله تشكيله من هلا. كمان دينا مش مسامحة، ولا أنا مش مسامحة. دينا وسويلة الليلة انتبهوا كتير منيح على كلامي، رح يكون قاسي وحد لأنه حان الوقت لتعرفوا مين هي درة وشو بتقدر تعمل. 10 11 12 دقيت الساعة بالليل وغيرها واحدة وفجأة دق الباب شي بعدني عم حط راسي على المخدة وصرت قول الحالي مينو بهالليل اللي لاحقني. طلعت حنان، حنان شو قولك الليلة رح تكون آخر ساعاتك بالأكاديمية؟ مروان بدك تفضح يلي صار وصمتك عم يعذبك؟ أنا رح قلك شو رح يعذبك الليلة. فيز ما بقى تحكي عن المسكت لما يوقف الزمن فيك وبتلاقي حالك أنت عارسة الوقت رح تعرف يلي صار من أولى بالأمل أو ثلثي على الطاير. علي عم تغني لي إلي أنا بترح لك مشوار قلت لها يا ريت بترح لك إيه أنا حوا
بس انا ما رح خليك بالبيت الليله، عندك عزيمه لعندي انا. ايهاب ومحمد عباس ونسيم بالبران غنيتوا ثلاثتكم سوا، قولك رح تضلوا ثلاثه الليله ام واحد او اثنين او ثلاثه منكم رح يكونوا نومينين. محمد عباس عم تغير لي ديكور بالأكاديمية. يا باش مهندس تعال درة وغير لي ديكور بيتي. معناها الاثنين. نسيم تفضل. ما رح ازعل على شي، ما رح ابكي على شي، ما رح اندم على شي، بس رح اقول لك ضعفين هالمرة، تعال عندي بكفي لك الرجيم. الرجيم أنيس اسمعني شوي، هودي حركات الرقص بالمسرح مش عاجبيني ابدا ابدا ابدا. الليله رح ترقص لما تسمع النتيجه. مش مصدقني؟ رح احكي لغتك. Don't believe me, just watch girl. عشقتك وحبيتك انا رح خليك ما توقف تخاف الليله، بالعكس الليله رح تموت من الرعب. ما بين شطار مين قلكم من بيناتكم رح يعد الساعات؟ مين رح يفكر بالتصويت؟ كيف بده يكون منيح بالبراين الجاي؟ ركزوا منيح وينسوا الوقت، الليلة حارس الوقت مع الخبر. يلا أول نومينين ليلة رح يوقف الزمن عنده ورح قلبه يدق مثل عقارب الساعة. أول نومينين شونتال. قلبي انت شو بكون طلعتوا هيك؟ تاني نومينين ليلة بنقول له ما بنقول له يا الله شو بنقول له؟ يا زمن الماضي ورجعني على بيتي. تاني نوميني محمد سعد. مش عارف اللي اعمله. للطلاب الثلاثة، أما هلأ فخلونا نشوف كيف سوتوا الأساتذة. من بعد مرور الطلاب بالبرايم وبالإيفال، النومينيه لإلي هالأسبوع هني محمد سعد، شانتال
وحنان. النوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع هن شانتال، هايدي، محمد سعد. النوميني بالنسبة لإلي هيدا الأسبوع هايدي، نسيم وشانتال. من بعد البرايم والإيفال بالنسبة لإلي النوميني هالأسبوع هن محمد سعد، شانتال وحنان. النوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع بعد الإيفال والبرايم هن شانتال، محمد سعد وحنان. فيكن مشاهدينا تصوتوا للطالب يلي بيستحق يكمل مغامرة ستار أكاديمي، وأنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي. لا اللقاء ولا اللقاء كانوا بإيدينا، لما يومها حضنتني وبعدين مشينا، ليه ما قلتش إن ده